يعطيكم العافية. وصفة اليوم هي قراص اللحمة، لحمة الدجاج مع الأرز، وجبة كتير لذيذة وشهية وما بتعذبنا أبداً، ومن نص كيلو من صدر الدجاج بتطلع كمية وفيرة من هاي الأقراص. لتحضيرها بدنا كمية من الخضار، يعني عنا فليفلة وبصل وكم سنة فليفلة، كم سنة ثوم. بدنا هون محضرة الطعام أو الكبة. أول شيء بقطع بشكل عشوائي البصلة وكم سنة، شي 3 أو 4 سنات ثوم، حبة فليفلة خضرة واحدة حمرة حلوين، وإذا بتحبوا الحد فيكن تضيفوا، بس لا تكتروا فليفلة كتير منشان ما يصير في سوائل بالعجينة وبيصير صعب إنه نشكل الأقراص. هلأ منفرم الخضرة بالأول لوحدة، نفضيهن بصحن. وهلأ اللي عندي نص كيلو من صدر الدجاج منقطعهم هيك قطع كبيرة منشان نقدر نحطهم بالمحضرة الطعام. وبعدين هلأ رح نطحنهم مباشرة بعد ما طحنا الخضرة بنفس الكبة. بعد ما طحنا اللحمة هلأ منضيف اللحمة للخضار، وبدنا نضيف بقية المكونات ونحركه. هون منشان تماسك الأقراص بدنا نضيف أكيد بقسماط الكعكة المطحون، وبدنا نضيف بيضة. البيضة بتعطيهم كمان هيك رخاف، يعني يصيروا هيك طرايا، هاي بيضة. وخمس ملاعق من البقسماط أو الكعكة المطحون بيعطي بيزيد حجمهم، وبنفس الوقت بيعطيهم تماسك للحمة وبيعطيها شكل حلو للأقراص. منضيف هلأ ملعقة ونص من الملح صغار، وملعقة صغيرة من البابريكا، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ونص ملعقة صغيرة من الهيل المطحون. منحركهم هلأ، هنون لازم ندعكهم بإيدنا، بس بما أنه أحسن ما نلوت إيدنا مرة تانية، هون ضيف ملعقتين من الزيت النباتي منشان كمان تعطي طراوي ومنشان ما يعذبونا أثناء تشكيل الأقراص. إذن هلأ بدنا ندعكهم لما بدنا نقرص، فما في داعي نلوت إيدنا مرتين. هلأ منحركهم كتير منيح، منحطهم بالبراد شي نص ساعة لحتى نطبخ الأرز. بدنا ننقع الأرز، عندي بدي أنا أطبخ فقط كوب ونصف بيكفي. بضيف لهم مي عادية وبضيف لهم ملعقة صغيرة من الملح وبتركهم ينتقعوا شي نص ساعة. بعد مرور نص ساعة رح أطبخ الأرز بطنجرة على النار، بضيف شي 3 أو 4 ملاعق من الزيت النباتي، وباقة عطرية من ورق الغار، عود قرفة، كم حبة هيل وقرنفل وفلفل صحيح، يعني حبة كاملة. منخلي هيك منقلبهم بالزيت حتى الزيت ياخد طعمة الباقة العطرية. هلأ رح أضيف بصل صغيري مفرومة ناعم، بحركهم وبتركهم حتى تدبل البصلة. تدبل البصلة وبهالوقت بغسل الأرز كتير منيح شي مرتين ثلاثة حتى يصير صافي وبصفي، ومنضيفه منقليه مع الزيت والبصلة شي دقيقة دقيقتين، ومنضيف ملعقة صغيرة ونص من الملح، ورح أضيف لهم مي سخنة هيك ما بياخدوا وقت أبداً، ودغري بيستوي الأرز. رح أضيف لهم كوبين ونصف من الماء الساخن، وبخليهم على نار وسط لحتى يخف مستوى المي بالطنجرة، يعني ينزل عن مستوى سطح الأرز حتى يصير بهالشكل. وهم خفف الحرارة لأدنى درجة، وبضيف ملون الزعفران شي نص ملعقة صغيرة، وكمان ملون الكركم، وبتركهم هلأ على نار خفيفة حتى يستوي، ما بحركهم حتى يستوي الأرز. لما يستوي الأرز بنعمل لهم هيك تقليبة خفيفة حتى يعني يتغلغل الملون بالأرز أو يتوزع، وخلص صار جاهز. بنجي هلأ على عجينة اللحمة، اللحمة تبع رأس صدر الدجاج. هلأ بما أنه بدنا نشكل الأقراص، صار فينا هلأ ندعكهم دعكي شي نص دقيقة، خليهم هيك المواد تتداخل مع بعضها.
وبدنا نشكلهم ونقليهم. هلا فينا بعد ما منشكل شي 4-5 قراص مباشرة نبلش قلي، عشان إذا ست البيت ما بتحب توقف كتير بالمطبخ. أما إذا كانت فاضية بدها تعملهم بوقت وتقليهم بوقت تاني، فيها تقرصهم بوقت وتتركهم بالبراد لوقت بدها تقليهم، قصدي بنفس اليوم. هلا لا تاني يوم شوي غلي إذا كونوا في بيضة بالموضوع وهيك، لا بنفس اليوم، بس إنه شي 3-4 ساعات هيك ما في مشكلة. تقريصهم كتير سهل، نحط جنبنا صحن فيه شي ملعقتين 3 زيت نباتي، وهيك من بل أصابعنا شوي صغيرة نقطتين 3 زيت، وبنشيل هيك كرة بتطلع أصغر من البيضة بشوي، ومنشكلها بهالشكل هاد على راحة اليد الثانية. سماكتها لا كتير رقيقة ولا كتير سميكة، وحجمهم بهالشكل هاد يعني تقريبا قد قرص الهمبرجر. هنن قريبين كتير على راس الهمبرجر، لذلك كتير رح يحبون الولاد، يعني بشكل عام تعرفوا أولادنا كلهم بيحبوا الأكل الجاهز والهمبرجر وهالقصص، كتير قريبة عليها. يعني ما في فرق غير بالبهارات والبيضة. بالهمبرجر ما منضيف بيضة، أنا بضيف إذا كان صدر دجاج، إذا عم بعمل همبرجر من صدر الدجاج بضيف شي نص وقية مثلا لهدول من الدهنة، يعني لية الخروف بتعطي أول شي بتعطي هيك رخافي أو القوام بيكون جوسي للأراس، وتاني شي نكهة كتير طيبة لأراس الهمبرجر إذا كانوا بالدجاج بصدر الدجاج، مشان تعطي ما يطلع ناشف. هون ضفنا بدل هالشي بيضة. والبهارات مختلفة أكيد، بهارات الهمبرجر غير هاي، والباقي نفس الشي، بس إنه هون ضفنا أكيد زيادة، ضفنا الفليفلة هنيك، منضيف توم والبقسماط، هون ضفنا فليفلة زيادة والبصل. طبعا ما منضيف هنيك بفليفلة وبصل، بس يعني المبدأ بشكل عام إنه قريبة، يعني هنن طعمتها كتير طيبة، بيحسوها قريبة كتير عليها. هلا مقلاي على النار، منضيف شي 3-4 ملاعق زيت نباتي، لما تحلى تحمل مقلاي منضيف القراص، بس منرجع بعد ما بتكون حامية منخفف النار، ما انه على الاخر بس منخففها يعني اعلى من ادنى شي بشوي، ما بدنا اياهم من برا يلدعوا لدع، بس لا بدنا اياهم يستووا على مهلهم. كل جنب ما بياخد شي دقيقتين، ولما يستووا على الوجه الاول منقلبهم على الوجه الثاني، وحسب وسع المقلاية عندكم بجوز دغري بتخلصوا بثلاث أليات. كمان فيكم في قراص بتستوي قبل التانية، بتشيلوا القراص اللي استويت وبتحطوا محلهم فورا قراص مشكلينها أنتوا على جنب دغري، فهيك ما بتحسوا بالوقت ودغري بتقلوهون، ما بياخدوا وقت نهائيا. شايفين أنا لما يستووا هدوك القراص دغري بشيلهم وبحط مكانهم قراص جديدة. إذا كتير خف الزيت، أنا ضفت يمكن ملعقة أو ملعقتين زيت أثناء القلي، فما في مشكلة أبداً. هلأ لما خلصنا قلي، كان تقريباً يمكن برد شوي الأرز، بس ما في مشكلة، أحسن ما يكون ساخن كتير، صار فاتر تقريباً. هلأ بسكب الأرز، بشيل إذا كان طلع لنا الباقة العطرية، ونحن عم نسكب الأرز ومنشكل رأس اللحم الشهية حوالين صحن الأرز بطريقة كتير ظريفة، وطعمتهم بتاخد العقل هنن والأرز. فيكن تقدموا جنبهم خيار بلبن، سلطة، فتوش. أنا المسا لما بقي منهم، يعني ما شاء الله طلعت كميتهم ممتازة، شايفين كيفهم طرايا من الداخل بشكل طعمتهم كتير شهية. المسا رجعت قليت لولادي أنا جنبهم بطاطا مقلية، وعملوهم سندويشات وبيحطوا كاتشاب، تعرفوا يعني كيف بيحبوا الولاد. بتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم، وألف صحة وهنا.